نشوف ايش سأل مبارك الناس. حياكم الله مشاهدينا في فقرة قول رأيك. سؤالنا اليوم في عالم تميز الأرقام سواء جوال أو لوح سيارات، هل أنت مهتم في هذا المجال أو لا؟ خلينا نشوف بعض الزوار اليوم ايش قالوا. نعم صحيح يهمني، لأن صراحة تعطي لمسة، خصوصا إذا السيارة فيها شيء أو فيتشر معين ودك يعني تبرزه باللوحة. إيش الرقم اللي تحبه في السيارة؟ أنا بالنسبة لي أنا أحب المصل كار فالهلكات، فاللوحة اللي أبحث عنها حاليا هي 707 707 بالضبط. حسنتي لا يعني عادي. ليش تحس إنه سيارة ما يهم، أهم شيء التواصل وكذا، والسيارة أهم شيء لها رقم يعني. لا للأسف ما يهمني. ليش؟ ما هي من اهتماماتي الصراحة. ولا رقم جوال؟ ولا رقم جوال. 055 06 شيء الهدف الوسيلة. نعم. ممكن الجوال. ليش؟ كذا سبحان الله غريزة. تحس إن فيه تميز. 055 ايوه خمسات، احب التسعة، رقم التسعة اكثر. ايوه. طب لوح السيارات؟ لوح السيارات لا، لاني احس انك تصير معروف. اي همني. جوال ولا سيارات اكثر؟ لا الجوال. ليش؟ احب يعني يرتبط في ذكرى ولا مناسبة ولا شيء، فدائما اضل اتذكره. لا والله عايز ما تفرق مرة؟ مرة ما تفرق. 06 05 شيء زي. لا عادي عادي ما تفرق مرة. حتى لو رقم سلطة؟ حتى لو رقم سلطة. شكرا مبارك وشكرا للي شارك. يعني صراحة استغربت إنه في ناس بالفعل ما يهمهم هذا الموضوع.